بسم الله، الكولوم في برنامج الارش كات. باجي من ديزاين اقول له انا عايز كولوم، بدوس هنا مرتين. لو انا عايز اخصص الكولوم او اختار حاجة معينة بيطلع لي الشاشة، ببدأ اختار بدايتي منين والتوب بتاعي منين. يعني ممكن اكون عايز مثلا من الجراوند للدور التاني. طيب الدور التاني بالظبط، ولا عايز يبقى في مسافة بينك وبين الدور التاني؟ يعني ممكن اقول له سالب 200 او اقول له 200، اطلع لي فوق الدور التاني مثلا ب 200 ملي، يعني 20 سنتي. الجراوند، هل انت عايز الجراوند بالظبط ولا عايز تطلع شوية عنه زي ما انت عايز؟ وانا بحسب لي الفرق بينهم وبيوريك شكل للشغل بتاعك. يعني بيقول لك انت كده هتطلع 200 وهتطلع برضه فوق الدور التاني ب 200. تمام، دوت زيرو بتاع المشروع، الجراوند على الزيرو بتاع المشروع. فهنا قال لك كده يبقى انت طلعت عن الزيرو بتاع المشروع ب 200. تمام، وهنا بيقول لي دي الابعاد بتاعت الكولوم، ممكن تغيرها على طول. تقول له 600 في 600، اتغيرت على طول لان في هنا لينك، ممكن تشيل اللينك دوت وتلاقي دي لوحديها ودي لوحديها. تمام، ولا انت عايزه بدائري تديله الشكل بتاعه، ولا عايز شكل بالطريقه ديت تديله مسافه من هنا لهنا ومسافه من هنا لهنا. الصور الموجوده هنا بتسهل على الواحد ان هو يفهم الشغل اللي هيبقى عامل ازاي. اقول له لا انا عايز اللي هو دوت الماتيريال بتاعتي اللي انت عايزها، الشكل بتاعك هيبقى كده ولا هيبقى مايل. لو انت عايز حاسس ان الراجل مش هيديك الفلوس وعايز العماره تقع فتروح مايل العمدان كلها في اتجاه واحد، تعمل برج بيزا المايل. تمام، دي مهمة قوي ان انا عايز انزل العمود مثلا من الناحية دي، ولا عايز لما ينزل من النقطة بتاعت النص، ولا من الطرف من الاطراف. خلينا نختار طرف من الاطراف. تمام، هنا انت عايز شكله في البلان يبقى عامل ازاي، وعايز لو في قط يبقى عامل ازاي، طب في السيكشن يبقى عامل ازاي. بتبدأ تختار شكله يبقى عامل ازاي في قلب الموديل نفسه. تمام، وبعد كده بقول له اوكي وابدا انزل العمود. تمام، زي ما انت شايف من الطرف بتاعه، ودي حاجة منطقية. يعني لو انا ملزم بان انا انزله من النص، بعد ما انزله اضطر اعمل بقى الاين او اعمل موف. لا، انت تختار اي طرف الاسهل ليك في الشغل اللي انت تحطه في المكان بتاعك اللي انت عايزه. تمام، وفي اي وقت عايز تغير العمود بتعمل سيلكت على العمود وتقول له انا عايز اغير خصائص العمود اهي، وتبدأ تغير خصائص العمود. يعني ممكن تقول له مثلا لا خلي العمود ده دا مثلا دائري، اوكي هتلاقيه اتغير معاك على طول بدون اي مشاكل خالص.